إيران أقحمت صواريخها المتطورة داخل اليمن من أجل مهاجمة العمق الإسرائيلي بفاعلية عالية للغاية. هذا الأمر أشارت له العديد من الوكالات والمصادر المهمة للغاية مثل الأسوشيتد بريس والأي بي سي نيوز الأمريكية. والمسألة مرتبطة بما نشره الإعلام الحربي اليمني التابع لجماعة الحوثي من مقاطع لصاروخ دخل للخدمة لأول مرة، أطلقوا عليه اسم صاروخ فلسطين، وهذا الصاروخ انطلق باتجاه إسرائيل وتحديدا إيلات الاثنين الماضي. ولاحظ التصميم الخاص بهذا الصاروخ علم فلسطين واضح، الكوفية الفلسطينية واضحة على الرأس الحربي لهذا الصاروخ الذي هاجم إيلات بهذه الطريقة. ونشروا هذا المقطع ليلة يوم أمس، وإسرائيل فعلا يوم الاثنين الماضي تحدثوا بأن كان هنالك هجوما قادما من اليمن من جماعة الحوثي بصاروخ باليستي باتجاه إيلات، لكنهم تمكنوا من صد هذا الصاروخ بمنظومة السهم الإسرائيلية المعروفة. وكانت هنالك عدد من المقاطع المصورة لعملية التصدي لهذا الصاروخ. وأساسا العميد يحيى سريع كان قد وضح بأن هذا الصاروخ قد دخل للمرة الأولى على الإطلاق واستهدفوا إيلات، ولم يؤكد أي إصابة باتجاه إيلات، مما يوضح فعلا أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية تمكنت من صد هذا الصاروخ. لكن هنالك عدد من الملاحظات على هذا الصاروخ الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي. نلاحظ هنا من الدخان الأبيض واضح، هذا يعني بأن هذا الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا الصاروخ بهذا الهجوم وبوصوله إلى إيلات يعني أنه قطع مسافة 1600 كيلومتر كاملة لكي يصل إلى إسرائيل، وهذا يعني أن هذا الصاروخ ممكن أن يكون مداه 1800 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، وهذا يعني بأن هذا الصاروخ هو متوسط المدى بين 1000 إلى 3000 كيلومتر. الصواريخ هي تعتبر متوسطة المدى بحسب التصنيفات الأمريكية. كذلك نلاحظ بأن الرأس الحربي الخاص بهذا الصاروخ مميز للغاية، وأيضا في نفس الوقت تلاحظ أن الأجنحة هنا الخاصة بهذا الصاروخ الأمامية وحتى الزعانف، زعانف ذيل هذا الصاروخ نلاحظها أيضا مميزة، وبالتالي تلاحظ التصميم مميز للغاية للرأس الحربي وكذلك لهذه الأجنحة المتقدمة، وتلاحظ جسد الصاروخ وأيضا ترى الزعانف الواضحة في الخلف من خلال تصميمها، تصميم مميز، صاروخ كبير للغاية، وواضح بأننا قد نكون أمام صاروخ باليستي ليس بالعادي أبدا. لكن المثير أن هذه العلامات التي أشرنا لها تشبه كثيرا صواريخ إيرانية معروفة للغاية وحديثة للغاية، مثل صاروخ فتاح الإيراني، هو الصاروخ الذي ظهر العام الماضي لدى إيران، وهو صاروخ هايبرسونيك فرد صوت، تلاحظ هنا من خلال الرأس الحربي الخاص بهذا الصاروخ وكذلك الأجنحة المتقدمة لهذا الصاروخ والجسد وكذلك الزعانف أو النقطة الأخيرة من هذا الصاروخ، تلاحظ بأنها تقريبا متطابقة، ليس هنالك الكثير من الفروقات بين تصميم الصاروخين، بالتالي هذا يوضح بأننا أمام تكنولوجيا إيرانية واضحة في عملية تصنيع هذا الصاروخ. لا بل إن المثير بهذه المسألة أن في شهر مارس من هذا العام كانت هنالك تقارير تحدثت بأن جماعة الحوثي قامت باختبار أول صاروخ فرد صوت خاص بها هايبرسونيك في داخل اليمن. البنتاغون في حينها وزارة الدفاع الأمريكية نفت هذه الأنباء وقالت ليس هنالك أي اختبار لمثل هذا الصاروخ نهائيا، لكنها نحن أمام صاروخ فلسطين الذي يتشابه تماما مع صاروخ فتاح الإيراني، لكن أيضا هذا الصاروخ يتشابه من ناحية التصميم مع صاروخ إيراني آخر معروف دخل للخدمة أو ظهر أو أعلنت عنه إيران في عام 2022 ألا وهو خيبر شجن، وبشكل أكبر خيبر شجن 2 وهو كاسر خيبر الإيراني. كما ترون هنا الفرق بين خيبر شجن الأول هو الرأس الحربي هنا الذي لا يبدو متطابقا مع صاروخ فلسطين الذي نراه، بل إن خيبر شجن 2 هو الذي يتشابه مع الصاروخ الذي نتحدث عنه. تلاحظ هنا التصميم أيضا تقريبا متطابق من الكثير من النواحي ومن العديد من النواحي، تلاحظ كل شيء تقريبا متشابه، وحتى الخطوط الموجودة على جسد هذا الصاروخ ترى بأنها حاضرة في نفس الصاروخ صاروخ فلسطين. لاحظ يعني ليس هنالك الكثير من الاختلافات بين الصاروخين، تقريبا متطابقة وليس هنالك الكثير من الفروقات، قد تكون أحجام الأجنحة التي نتحدث عنها الزعانف أو غيرها هي التي قد تختلف كثيرا قليلا، ولكن
ليس هنالك الكثير من الفروقات بين هذين الصاروخين، والمصادر بشكل عام اختلفت ما بين أن يكون هذا الصاروخ صاروخ فلسطين هو صاروخ فتاح هايبرسونيك فرط صوت في تصعيد هائل للغاية، أو أنه صاروخ خيبر شيغن اثنان الذي نتحدث عنه. الأسوشيتد بريس وإي بي سي نيوز الأمريكية أشارت إلى أنه قريب للغاية من صاروخ فتاح، ولكن المصادر الأخرى أشارت بأنه خيبر شيغن اثنان، ونتحدث هنا عن معهد ألما الإسرائيلي الذي وضع دراسة مكثفة على هذا الصاروخ ووجدوا بأنه قريب للغاية من خيبر شيغن اثنان، وكذلك أن خبراء عسكريين مختصين في الصواريخ وفي الطائرات المسيرة أشاروا أيضا مثل أمير آي جي أم إلى أن هذا الصاروخ هو صاروخ خيبر شيغن اثنان، وهذا هو الأكيد بالنسبة لي هذا الشخص الذي تحدث عن هذه المسألة. وفعلا قد يكون هذا الصاروخ هو خيبر شيغن اثنان أكثر من أن يكون صاروخ فتاح، وهذا يعود لأسباب مهمة. يعود بسبب أن إيران عندما أعلنت عن هذا الصاروخ لم تستخدم هذا الصاروخ نهائيا في أي استهداف سابق، وبأن إيران أن ترسل هذا الصاروخ إلى جماعة الحوثي وأن تقوم جماعة الحوثي باستخدام الصاروخ على إسرائيل بهذا الشكل وإسرائيل تسقط هذا الصاروخ، هذا سيعطي فرصة لإسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلع على تفاصيل هذا الصاروخ وآخر التكنولوجيا التي وصلت لها إيران على مستوى صواريخ الفرط صوت، مما يفتح الباب لبناء قدرات دفاعية للتصدي لهذا الصاروخ. على هذا الأساس لن تكون هنالك مصلحة بالنسبة للجانب الإيراني أن تعطي هذه التكنولوجيا وآخر تكنولوجيا تقريبا وصلت لها، بالإضافة إلى ذلك أن صاروخ فتاح ما أعلن عنه بأن المدى الخاص به يصل إلى 1400 كيلومتر، وهذه المسافة غير كافية للوصول لإسرائيل، لأن جماعة الحوثي بحاجة إلى 1600 كيلومتر على الأقل للوصول إلى إيلات، وبالتالي هذا يعني بأن صاروخ خيبر شيغن هو الصاروخ الأقرب، خاصة أننا يجب أن ننتبه بأن صاروخ الهايبرسونيك فتاح هنا أشير إلى أن هنالك تعاونا مع روسيا في هذه المسألة، بالتالي أن تكون الولايات المتحدة مطلعة على تفاصيل فتاح قد تثبت الكثير بالنسبة لها، أو تتحصل على إثباتات دامغة تقنية بأن روسيا ساعدت إيران، وهذا هو الذي سيجعل ضغطا كبيرا أو سيضع ضغطا كبيرا على الجانب الإيراني في هذه المسألة. بالتالي إبقاء الأمور سرية وخاصة بالنسبة لهذا الصاروخ هي مهمة للغاية، بسبب هذه العوامل تجعل خيبر شيغن هو الأقرب، وخيبر شيغن اثنان هو الأقرب لعملية الاستخدام وإرساله لجماعة الحوثي، خاصة أن هذا الصاروخ استخدم في عملية الوعد الصادق عند الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل، وهذا الصاروخ كذلك هو صاروخ مناسب لجماعة الحوثي. عندما نتحدث عن خيبر شيغن اثنان لم يعلن الكثير، ليس هنالك أي إعلان رسمي عن مدى هذا الصاروخ. خيبر شيغن الأول يصل مداه إلى 1450 كيلومترا، أما خيبر شيغن اثنان هنالك بعض الخبراء يتحدثون بأن مداه يصل إلى 1800 كيلومتر، وهذا يجعله قادرا من الوصول إلى هذه المسافة، كما لاحظنا في الهجوم الذي تم الاثنين الماضي على العمق الإسرائيلي. جماعة الحوثي قالت بأن هذا الصاروخ هو عبارة عن صاروخ تم تصنيعه محليا، ولكن الـ ABC نيوز الأمريكية لم تتفق مع هذه المسألة، وهي التي أشارت بأن جماعة الحوثي لا تمتلك تكنولوجيا صاروخية خاصة بها، هي تصنع التكنولوجيا الإيرانية، تتحصل على القطع الخاصة بالصواريخ عن طريق عمليات التهريب، وبعد ذلك تقوم بتجميع هذا الصاروخ داخل اليمن عن طريق الخبراء المتواجدين المدربين من اليمنيين من جماعة الحوثي في الداخل الإيراني، أو عناصر خبراء إيرانيين من الحرس الثوري وغيرهم متواجدين في اليمن، هم الذين يستطيعون من تجميع هذا الصاروخ وجعله مميزا بهذه الطريقة مع اختلافات بسيطة كما رأينا قبل قليل. المثير بهذه المسألة الآن والأهم هو أن هذا الصاروخ قد وصل وأصبح بحوزة جماعة الحوثي بغض النظر عن كل هذه الملاحظات، وهذا يعطي تغيرا استراتيجيا كبيرا وقدرة أعلى لجماعة الحوثي في طبيعة هذه المواجهة، لأن خيبر شيغن اثنان إذا ما سلمنا بحقيقة أن هذا هو الصاروخ الذي وصل لهذه الجماعة هو قادر على المناورة بشكل كبير وقادر على تشكيل تحدي حقيقي بالنسبة للعمق الإسرائيلي. كذلك أن هذا الصاروخ من الممكن أن يصل لأطراف أخرى، ممكن أن يصل إلى الفصائل المسلحة العراقية المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق، وأن وصل للمقاومة الإسلامية في العراق يعني أنه ممكن أن يطلق من العراق أو حتى يطلق من سوريا، وسبق وأن رأينا صواريخ تشبه
فاتح 110 الإيرانية باليستية امتلكتها المقاومة الإسلامية في العراق واستخدمتها ضد مستشارية التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد، تسببت بإصابات وتصعيد كبير للغاية. كذلك رأينا أثناء المشاكل والحروب وأحداث قطاع غزة أن الفصائل العراقية تحصلت على الكثير من القدرات العسكرية مثل طائرات شاهد 136 الإيرانية وغيرها من الطائرات، بالتالي إمكانية إرسال هذا الصاروخ حاضرة للغاية، حتى صواريخ كروز تحصلوا عليها. وبالتالي إن وصل هذا الصاروخ للمقاومة الإسلامية في العراق مع وصوله لجماعة الحوثي وقطعه لكل هذه المسافة من إيران وتحدي كل المراقبة الجارية على جماعة الحوثي والضغط وغيرها، يوضح لك بأن إيران هنا ممكن أن تدفع بصواريخها وقدراتها للضغط قدر الإمكان على إسرائيل من جميع الاتجاهات. وأيضا إن التصعيد الآن وصل إلى أعلى مراحله، هنالك تهديدات من حسين سلامي قد رأيناها في اليومين الماضيين بسبب عملية إسرائيلية باتجاه أحد مستشارين الحرس الثوري الإيراني في سوريا في حلب في منطقة آمنة، قال بأننا سننتقم للمستشار الخاص بالحرس الثوري الإيراني وهو سعيد آبيار، مما يوضح أن إيران أيضا تريد التصعيد، والتصعيد وصل إلى مراحل عالية مع التقدم الإسرائيلي في مدينة رفح، عدم وجود أي هدنة نهائيا، وكذلك مع اقتراب إسرائيل من القيام بعملية عسكرية في الجنوب اللبناني، الأمور أصبحت ساخنة وصعبة للغاية في هذه المنطقة في لبنان. وواحدة من الأدلة على التصعيد هي ليست فقط ما تقوم به جماعة الحوثي في المنطقة من هجمات وغيرها. اليوم على سبيل المثال لاحظنا أن جماعة الحوثي أعلنت لأول مرة عملية مشتركة بينها وبين الفصائل العراقية لتقوم بهجوم على البحر المتوسط. أعلنوا بأنهم استهدفوا بالطائرات المسيرة بعمليتين عسكريتين ثلاث سفن في البحر المتوسط كانت متجهة إلى حيفا، سفينتين من هذه السفن كانت تحمل أعتدة وسلاح، وقالوا بأنهم تمكنوا من ضربها مباشرة، لا تأكيدات إسرائيلية أو دولية من مصادر أخرى حول هذه القضية، لكنهم تحدثوا بأنهم نفذوا من هذه العملية. يوضح بأننا أمام تصعيد في نوعية الأسلحة في المشاركة وفي الاستهدافات في البحر المتوسط كذلك وليس في المياه الإقليمية الأخرى. واحدة من الأمور أيضا التي نرى فيها التصعيد هي مما هو قادم من المقاومة الإسلامية في العراق تحديدا. لاحظ هذه إحصائيات نشرتها اليوم عدد من المصادر توضح بأن المقاومة الإسلامية في العراق صعدت من هجماتها على إسرائيل بشكل كبير. لاحظ في نوفمبر كيف كانت الهجمات، في ديسمبر، في يناير من هذا العام، وتلاحظ كيف أنها وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال شهر مايو أي الشهر الماضي، وأن الهجمات القادمة من العراق ومن سوريا المتمثلة بعمليات قادمة من المقاومة الإسلامية في العراق ترى بأنها تركزت على الجنوب الإسرائيلي بنسبة 51%، ولكن أيضا 41.2% على الشمال الإسرائيلي. وهذا يوضح هنا من خلال هذه الهجمات هو الضغط على الشمال الإسرائيلي لحماية حزب الله قدر الإمكان، لمساندة حزب الله مما هو قادم من قبل إسرائيل، لأن إسرائيل الآن أصبحت جادة في مسألة التقدم للبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر بهذا الشكل في شمال إسرائيل وقال بأننا جادون وسنقوم بعمل كبير وقوي باتجاه حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا يوآف جالانت كان قد ظهر أيضا في شمال إسرائيل، هنالك استعدادات كبيرة للقيام بهذا العمل تجاه حزب الله، ويبدو بأن حزب الله انتبه لعملية التصعيد الجارية، وكذلك أن هنالك إسنادا له وأن هنالك شيء قادم. على هذا الأساس حزب الله حقق عدد من الهجمات اليوم في إحدى المناطق الموجودة في جنوب إسرائيل كما نلاحظ هنا، أو في شمال إسرائيل عفوا، قاموا باستهداف على هذه النقطة التي تمكنوا من قتل تقريبا شخصين وكذلك جرح 10، وأيضا في نفس الوقت بدأوا باستهداف منظومات القبة الحديدية، بطاريات القبة الحديدية، القاذفات الخاصة بها، بدأ حزب الله اللبناني باستهدافها. تلاحظ هنا في مقطع مصور لحزب الله أظهر أن هنالك صواريخ انطلقت باتجاه شمال إسرائيل، اكتشفوا بأن القبة الحديدية تطلق من هذه النقطة تحديدا الصواريخ الخاصة بها للتصدي لهذه الصواريخ، وعلى هذا الأساس هذه النقطة أصبحت هدفا بالنسبة لحزب الله. أطلقوا طائرة مسيرة بهذا الشكل باتجاه هذه المنظومة وتمكنوا من ضربها في نهاية المطاف. لاحظ هنا بعد وهنا قبل، هذه قبل وهذه بعد لنفس النقطة، يوضح أن حزب الله تمكن من ضرب بطارية القبة الحديدية كما نشر
حزب الله اللبناني هذه المقاطع المصورة، وكذلك أيضا بهجوم مثير آخر صاروخي باتجاه القبة الحديدية. أظهروا بأن هنالك قاذفتين للقبة الحديدية اقتربوا واستهدفوا هذه القبة الحديدية أو هذه البطارية، واقترب منها الصاروخ كثيرا وبعدها انقطع الاتصال، مما يوضح بأنهم استهدفوا فعلا هذه البطارية. لكن إسرائيل قالت بأننا لم نرى أي استهداف، ليس هنالك أي استهداف في حقيقة الأمر لأي بطارية من بطاريات القبة الحديدية. وبدأ الناس هنا يتحدثون والخبراء بأن من الممكن لهذه القبة الحديدية أن تكون عبارة عن قبة غير صحيحة، أي أن إسرائيل تضعها فقط لخداع حزب الله اللبناني، لاستنزاف صواريخ حزب الله اللبناني أن يصرف صواريخه وقدراته من أجل ضرب هذه القبة الحديدية. ولكن هو في حقيقة الأمر هو تصميم وهمي، وهي ليست حقيقية هذه القبة الحديدية، ولأن القبة الحديدية هنالك الكثير من الأجهزة التي ترافقها لم تكن موجودة هنا كدليل من الأدلة بأن حزب الله لم يستهدف هذه البطارية، ولكن هو استهداف استراتيجي. وهنالك تصعيد كبير، إسرائيل تضرب جنوب لبنان بشكل مستمر، حزب الله اللبناني يضرب بشكل هائل كذلك إسرائيل، ونرى التصعيد قادما من جميع الجبهات الذي قد يرسل رسالة من قبل الجانب الإيراني بأنك يا إسرائيل إن تقدمت باتجاه حزب الله اللبناني فإننا سنصعد بشكل أكبر بكثير حتى من التصعيد الذي قامت به هذه الفصائل وإيران عند أحداث قطاع غزة.